الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصراحة الفترة اللي فاتت خلال فترة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية قدمت إطار للتعاون المشترك مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية عشان نخرج المهرجان بأرقى صورة وأحلى صورة. إيه اللي قدمته الشركة المتحدة طبعا غير الشاطئ اللي هو تم فتحه بالمجان للسادة المصطفين أو كل روادي مهرجان العالمين أو مدينة العالمين؟ بصي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة مثلا مقدمين لطلبة تخفيض كبير قوي قوي على الحفلات كلها. المسرح الروماني معظم إن لم يكن تقريبا كل الحفلات اللي بتقدم عليه معظمها بنسبة 90% لأنه في حفلات بسيطة ببلاش. ده بتعاون مع وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة عاملة شغل، أنا عايزة أحييهم على الشغل اللي بيحصل في العالمين. هم مخليين اللي ماشي في العالمين حاسس أنه ماشي في كارنفال مفتوح. طول ما أنت ماشية تلاقي فرق فولكلور، ساحر، في أنشطة طول ما أنت ماشية، كان في فرقة الأنفوشي شغالة من وفرقة يومين الأنفوشي. وكان في حفلة لإحياء ذكرى بليغ في المسرح الروماني، ده غير حفلات الكورال والمطربين من هناك. شغلهم على مستوى وجودة عالية جدا جدا بتعاون مع المتحدة. ما بنقدرش نشوف الحاجات دي طول السنة، يعني ده الحياة واخدانا والشغل وضغوط الحياة، فلما تلاقيها فانت جاية مثلا بتصيفي او جاية مثلا بتتفسحي فتلاقي الحاجات دي قدامك وتقدري تستمتعي بيها، طبعا دي بتبقى استفادة كبيرة جدا لكل الأسر المصرية. ده حقيقي، احنا بنحاول نعمل ده فعلا، انه يعني حتى لو هتيجي يوم وهترجع، وزارة النقل عاملة يعني مواصلات بأسعار مخفضة لأي حد عايز يجي العالمين، ده بالتنسيق مع البرنامج اليوم ده، يعني البرنامج فيه اليوم ده، فهنعمل فالمواصلات جاية بالتنسيق. لا وعليش قايم بالواجب في الموضوع ده البرنامج خالد عليش، خالد عليش طبعا. أنا دايما بصراحة بحيي دايما على افكاره خارج الصندوق دايما، وهو بيقدر يوصل يعني الرساله بشكل مختلف. وعمل محاكاه، عمل رياليتي، عمل محاكاه حقيقيه بالظبط. وانت كحيان يعني هو ما بقتش كحيان في العالمين. انا بحيي خالد عليش طبعا على الكونتنت، هو دايما بيقدم محتوى راقي وحقيقي جدا جدا. فالمحاكاه اللي عملها دي حقيقيه. يعني من اول ما انا هروح ازاي فدور على مواصلات باسعار مخفضه وصولا للشاطئ العام، وانه نزل واكل مع الناس ونزل البحر و بالليل بقى كمان الفعاليات زي ما بقولك في المسرح الروماني ممكن تبقى ببلاش اليوم ده، لانه معظمها بلاش. يوم الاثنين كل اثنين الساعة 8 الحفلات في المسرح الروماني بتبقى بلاش، بتبقى فرق مصرية underground او رابرز. بنحاول كمان يعني نشجع المواهب الشابة دي رسالة مهمة قوي من المتحدة، ان هم دايما بيشجعوا المواهب الشابة. ويمكن ده اصلا يعني فكرة الدولة، دعم الشباب، وده اللي حصل في كذا مجال، الرياضة، الاعلام.